في هذه الحصة سنحاول التعرف على الكفايات المنهجية الخاصة بتحليل سؤال إشكالي مفتوح، وسنحاول بطبيعة الحال معرفة الخطوات الأساسية التي يجب اعتماد عليها في الاشتغال على سؤال إشكالي مفتوح، اعتماداً على مجموعة من الخطوات الأساسية كما سنرى، بالوقوف على مطلب الفهم بطبيعة الحال ومطلب التحليل ومطلب المناقشة وكذلك التركيب، بالإضافة إلى الحديث عن الجوانب الشكلية التي هي كذلك مهمة عند تحليلنا للسؤال الإشكالي المفتوح. إذن بالنسبة لنا سنتخذ سؤالا في هذا السياق حول التواصل، بحيث سيكون السؤال على الشكل التالي: هل التواصل مثلا هو أساس العلاقة مع الغير؟ إذن السؤال سيكون على الشكل التالي: هل التواصل هو أساس العلاقة مع الغير؟ إذن هذه الكفايات التي سنحاول التعرف عليها عند تحليلنا للسؤال وتفكيكه إلى غير ذلك، فهي مهمة بالنسبة لكم في هذه السنة الجديدة. لابد أن نتعرف على كيفية مقاربة ومعالجة سؤال إشكالي مفتوح. إذن هذا النموذج الذي يظهر أمامكم على الشاشة فهو عبارة عن سؤال، وهذا السؤال كالتالي كما قلنا: هل التواصل هو أساس العلاقة مع الغير؟ إذن الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي قراءة هذا السؤال، قراءة جيدة، قراءة للغوص في مضمون هذا السؤال، لأن القراءة الجيدة تمكننا من فهم السؤال فهما جيدا. إذن كما تلاحظون على الشاشة، هذا السؤال فيه مفاهيم أساسية حاضرة: هناك التواصل، نجد أن التواصل، ونجد كذلك العلاقة مع الغير، هناك كذلك مفهوم الغير. إذن حينما نتحدث عن مطلب الفهم، قبل أن نحدد العناصر الأساسية في مطلب الفهم، لابد أن نقول بأن مطلب الفهم يتطلب عناصر أساسية. من بين هذه العناصر الأساسية التي يجب نحددها في مطلب الفهم، وهي أن يجب علينا أن نحدد مجال السؤال وموضوعه. ما هو مجال هذا السؤال وموضوع هذا السؤال بطبيعة الحال؟ وكذلك أن نتحدث عن الإشكال، الإشكال الذي يعالج هذا السؤال، ونترجم هذا الإشكال إلى مجموعة من الأسئلة الأساسية الموجهة للتحليل والمناقشة. يعني مطلب الفهم لابد أن ننجز فيه تمهيداً حول الموضوع وتأطيراً إشكالياً. إذن هذا السؤال الذي نحن نتحدث عنه بطبيعة الحال، قلنا بأنه نجد فيه مفاهيم التواصل وكذلك العلاقة مع الغير. إذا أردنا أن نقرب هذا المفهوم، يمكن أن نقول بأن هذا المفهوم كمثال مثلاً بأن هذا السؤال، مضمون هذا السؤال يندرج أو يتأطر ضمن مجزوءة الوضع البشري، وهي المجزوءة الأولى التي نجدها داخل درس المستوى الثانية بكالوريا. إذن هذا السؤال قلنا يحيل على مجزوءة الوضع البشري، وتحديداً ضمن مفهوم الغير، لأن السؤال يطرح لنا مفهوم الغير، لأن السؤال يقول: هل التواصل هو أساس العلاقة مع الغير؟ إذن هنا نتحدث عن مفهوم الغير كمفهوم مركزي وكمفهوم أساسي. والإشكال الذي يعالجه هذا السؤال متعلق بطبيعة العلاقة مع الغير، لأن السؤال يقول: هل التواصل هو أساس العلاقة مع الغير؟ إذن هنا يطرح لنا إشكالية أو قضية العلاقة مع الغير. إذن هذه الإشكالية وهذا الإشكال المرتبط بالعلاقة مع الغير يمكن أن نعبر عنه من خلال طرح مجموعة من الأسئلة، بحيث يمكن أن نقول بأن من بين الأسئلة التي يمكن أن نطرحها في هذا السياق: ما الغير؟ إذن هذا سؤال أساسي في السؤال: ما الغير؟ ثم كذلك: ما التواصل؟ لأن هذا السؤال يتحدث كذلك عن التواصل، وهل التواصل هو أساس العلاقة مع الغير، أم أن هناك أشكال أخرى لهذه العلاقة كالصراع مثلاً، بحيث هناك أشكال متعددة ينسجها الإنسان في إطار علاقته مع الآخر، بحيث هناك علاقة صراع،
مثلا هناك علاقة صداقة إلى آخره. فكان السؤال هل يمكن أن نعتبر بأن التواصل هو أساس العلاقة مع الآخر، وهناك أشكال أخرى من العلاقات قائمة مثلا على الصراع؟ إذن في هذا التمهيد لابد أن نحدد كما قلنا الموضوع الأساسي، وأن نحدد المجال كذلك أي المجزوءة الكبرى، ثم أن نحدد كذلك الإشكال الذي يعالجه وهو إشكالية العلاقة مع الغير أو طبيعة العلاقة مع الغير، وكذلك أن نطرح التساؤلات. إذن هذا كان مجرد محاولة لوضع تأطير لهذا الموضوع على مستوى مطلب الفهم. النقطة الثانية والأساسية في وأن نحن نشتغل على السؤال وهو مطلب الفهم، عفواً، وهو مطلب التحليل. إذن في مطلب التحليل طبيعة الحال هناك مجموعة من النقاط الأساسية على مستوى التنقيط. أولاً هناك 5 نقاط بالنسبة للتحليل، وبالنسبة لمطلب الفهم المطلب الخطوة الأولى على مستوى التنقيط هو 4 نقاط، إذا وكانت مجزأة كما ترون على الشاشة، نقطة بالنسبة للموضوع والمجال، ونقطتين بالنسبة لطرح الإشكال، ونقطة للأسئلة. أما فيما يتعلق بمطلب التحليل كما ترون هناك 5 نقاط على مطلب التحليل السؤال، والعناصر الأساسية المطلوبة في تحليل السؤال يجب أولاً تحليل عناصر الإشكال وأسئلته الأساسية، وكذلك أن نوظف المعرفة الفلسفية الملائمة للأطروحة المفترضة، لأننا حينما نتحدث عن السؤال الإشكالي المفتوح نتحدث في الإجابة عن ما يسمى بالأطروحة المفترضة. ثم هذه المعرفة الفلسفية الموظفة بطبيعة الحال للأطروحة المفترضة تتجلى من خلال الاشتغال على المفاهيم، استحضار المفاهيم والاشتغال عليها، كذلك البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية. لابد أن نقف على هذه العناصر. إذن فيما يتعلق التنقيط نجد بأن تحليل عناصر الإشكال نقطتين، وفيما يتعلق بناء الأطروحة أو استحضار الأطروحة المفترضة مع الاشتغال على المفاهيم نقطتين، ثم البناء الحجاجي نقطة واحدة. إذن المطلوب في هذا التحليل، إذن سؤال يطرح هنا، ما المطلوب في هذا التحليل حسب السؤال الذي طرحناه وسأذكركم به؟ هل التواصل هو أساس العلاقة مع الغير؟ إذن المطلوب في هذا التحليل الوقوف على الأطروحة المفترضة في السؤال، والتي تقول مثلاً بأن التواصل هو أساس العلاقة مع الغير. يمكن أن ننطلق من هذه الأطروحة المفترضة التي تقول بأن التواصل هو أساس العلاقة مع الغير، وأن نعمل كذلك في إطار مطلب التحليل على تعريف المفاهيم الأساسية الواردة في السؤال. ومن بين هذه المفاهيم بطبيعة الحال نجد في السؤال مفهوم التواصل، ونجد كذلك مفهوم الغير، وبالتالي يجب تحديد دلالة هذه المفاهيم، يجب تعريفها، وكذلك تحديد العلاقات القائمة بين هذه المفاهيم. هل هي علاقة ارتباط، علاقة سببية إلى غير ذلك؟ ومع استحضار على مستوى البناء الحجاجي استحضار بعض الأفكار وافتراض بعض الحجج على شكل أمثلة من الواقع لتأكيد هذه الأطروحة المفترضة أو دعمها. إذن مثلاً يمكن التأكيد على هذه الأطروحة مثلاً على أن أهمية، ونحن نناقش بطبيعة الحال السؤال، أن نستحضر هذه الأفكار بأن مثلاً نقول بأن أهمية التواصل والحوار مع الغير في السراء والضراء. إذن التواصل فهو مهم في حياة الإنسان لأنه آلية للحوار للتواصل مع الغير. إذن نؤكد على أهميته وحضوره في المناسبات أو في مجموعة من الأفراح في السراء والضراء. كذلك لا يمكن أن نقول، يمكن أن نقول هنا بأن الحضارة الإنسانية، يمكن أن نقول بأن الحضارة الإنسانية نعم لا تبنى إلا بالتعاون والتواصل مع الغير. أعيد، بأن الحضارة الإنسانية لا تبنى إلا بالتعاون والتواصل مع الغير. كما أن الأفكار الأخرى التي يمكن أن نستحضرها هنا أن نقول بأن غياب التواصل مع الغير يؤدي إلى العزلة وتنتج عنه مآسي بطبيعة الحال.
كذلك من بين الأفكار التي يمكن أن نقترحها في هذا التحليل ونحن نتناول أطروحة، أن نقول بأن تطوير قدرات الإنسان الذاتية يتوقف على عملية التفاعل مع الغير وكذلك على عملية التواصل. إذن هذه كانت محاولة لبناء تحليل بالارتباط بالعناصر التي ذكرنا وهي الأطروحة المفترضة، ثم كذلك تعريف المفاهيم الأساسية في السؤال، وهو رأينا بأن هذا السؤال يتضمن مجموعة من المفاهيم كمفهوم التواصل ومفهوم الغير، ويمكن أن نعرف الغير مثلا في الإطار بأن الغير مثلا هو الأنا الآخر، أي الأنا الذي ليس هو أنا ولست أنا بتعبير سارتر، والغير هو الأنا الآخر المخالف والمشابه لي في نفس الوقت. فالغير يشبهني في كثير من المقومات في الشخصية، مثلا مقومات الشخصية كالتفكير الحرية والإرادة، ويختلف عني هذا الغير في مجموعة من يختلف عني كذلك في مجموعة من الخصائص النفسية والاجتماعية والثقافية. إذن هذا الغير كذلك فهو الصديق، فهو كذلك العدو، إذن هذا الصديق هو القريب والبعيد إلى غير ذلك حينما نتحدث عن الغير. وإذا أردنا أن نعرف التواصل يمكن أن نقول بأن التواصل هو الحوار، وهذا الحوار هو آلية بطبيعة الحال، آلية للتفاعل للتواصل مع الغير، ونحن نتحدث عن العلاقة مع الغير. إذن بعد انتهاء طبيعة الحال من مطلب التحليل، يمكن أن ننطلق إلى مطلب المناقشة. مطلب المناقشة بطبيعة الحال عندما نريد أن نحلل، أن نحاول أن نتناول أطروحة وأن نتوسع في شرحها، لابد من أن نستحضر مواقف فلسفية متعددة. وبطبيعة الحال كما رأينا في هذا السؤال، كانت الأطروحة المفترضة وهي أن التواصل هو أساس العلاقة مع الغير، طبيعة الحال يمكن أن نستحضر في هذا السياق مجموعة من التصورات الفلسفية التي تحدثت عن العلاقة مع الغير طبيعة الحال. وفي كذلك النقطة الثانية والأساسية في مطلب المناقشة، وهي فتح إمكانات أخرى للتفكير في هذا الإشكال، أي يمكن أن نستحضر معارف أفكار من حقول ومجالات معرفية مختلفة ومتعددة، من مجال التاريخ مثلا، من مجال الواقع المعاش إلى غير ذلك. وعلى مستوى طرح الإمكانات والتفكير في هذا الإشكال، على مستوى التنقيط نقطتين، أما مناقشة الأطروحة التي يفترضها السؤال فعلى مستوى التنقيط نجد ثلاث نقاط، وهي خمس نقاط على مستوى المناقشة. إذن في هذه المناقشة مثلا يمكن استحضار العناصر التالية في المناقشة، بحيث مثلا يمكن أن نقول بأن العلاقة مع الغير لا تقوم دائما على التواصل، وإنما أيضا تقوم على الصراع. إذن طبيعة هذه العلاقة التي تربط الأنا بالآخر ليست دائما قائمة على التواصل كما رأينا في الأطروحة المفترضة بأن التواصل هو أساس العلاقة مع الغير، وإنما يمكن أن نجد أشكال أخرى من هذه العلاقة، وهي علاقة الصراع، علاقة التنافس، علاقة الإقصاء إلى غير ذلك. كذلك يمكن أن نقول في هذه المناقشة بأن التواصل، لو كان التواصل هو أساس العلاقة مع الغير، ما كان للتاريخ أن يكون مليئاً بالنزاعات والحروب والعنف، لأن نجد بأن في التاريخ، إذا عدنا إلى التاريخ نجد بأن هناك صراعات عديدة، هناك عنف إلى غير ذلك. ولكن التواصل برهن على أن كأساس العلاقة مع الغير لم يستطع أن يحد أو أن يكبح من هذه النزاعات في التاريخ ومن هذه الحروب. كذلك يمكن أن نقول في هذه المناقشة على أن التواصل هو مظهر فقط يخفي خلفه المصلحة والمنفعة التي قد تكون أساساً للعلاقة مع الغير. إذن هذا التواصل ليس دائماً بريئاً، فالتواصل ليس دائماً من أجل معرفة الآخر، وإنما في هذا التواصل قد يكون الهدف من هذا التواصل والتفاعل مع الآخر وهو تحقيق المصلحة والمنفعة. ثم كذلك في هذه المناقشة، ونحن نتحدث عن المناقشة، يمكن أن نستحضر تصورات فلسفية متعددة، بطبيعة الحال هناك مواقف فلسفية متعددة قربت هذا الإشكال.
يمكن مثلا ان نتحدث عن التصور الفيلسوف الوجودي سارتر مثلا، وتحدث عن الفيلسوف الالماني هيجل وحديثي عن علاقه السيد بالعبد باعتبارها علاقه صراع. اذن علاقه الانا بالاخر كعلاقه صراع تمثلت لنا في موقف الفيلسوف الوجودي سارتر، لان سارتر يعتبر بان العلاقه المعرفيه التي تربط بين الانا والاخر هي علاقه صراع من خلال مثال النظره المتبادله بين الانا والاخر. فانا حينما انظر الى الاخر اقوم بتشييئه وتحويله الى موضوع، وهو الاخر يشيئني ويحولني الى موضوع من خلال النظره. اذا هذه النظره فهي نظره تشييئيه، كل ذات تحول ذات الاخرى الى موضوع. اذا هذه العلاقه فهي علاقه صراع وتشييئ بالنسبه لسارتر. وكذلك الفيلسوف الالماني هيجل حينما يتحدث عن العلاقه الموجوده بين الانا والاخر من خلال مثال علاقه السيد بالعبد، فهو يعتبر بان هذه العلاقه القائمه بين السيد والعبد فهي علاقه صراع، صراع حتى الموت. اذا صراع من اجل نيل الاعتراف. اذا فالسيد يريد ان يستغل العبد بطبيعه الحال وان يمارس عليه الهيمنه، ولكن هذا العبد بطبيعة الحال يريد أن يتحرر في إطار هذه العلاقة ديال الصراع، أن يتحرر من هيمنة هذا السيد. إذن كذلك هناك تصورات فلسفية أخرى يمكن أن نذكر، مثلا أن العلاقة حينما نتحدث عنها في إطار العلاقة التي تجمع بين الأنا والآخر باعتبارها علاقة مثلا تقوم على الصداقة، هناك التواصل كما أكدنا في الأطروحة المفترضة على أن التواصل هو أساس العلاقة مع الغير، ولكن حتى العلاقة مع الغير يمكن أن تقوم على الصداقة. الصداقة بطبيعة الحال هو نموذج إيجابي للعلاقة القائمة بين الأنا والآخر. والصداقة ما هي الصداقة؟ سنرى بأن الصداقة كما يعرفها كانت هي اتحاد بين شخصين تجمع بينهما مشاعر الحب والاحترام. وبالتالي فالصداقة العلاقة القائمة بين الأنا والآخر بالنسبة لإيمانويل كانت يعتبر الفيلسوف الألماني يعتبر بأنها هي الصداقة، الصداقة هي أساس العلاقة مع الغير. يمكن كذلك أن نستحضر الفيلسوف اليوناني أرسطو، يعتبر هو آخر أن أساس العلاقة مع الغير هي الصداقة، وأن الإنسان في حاجة ماسة إلى هذه الصداقة، لأن الصداقة بطبيعة الحال يحتاج إليها كل إنسان، سواء كان هذا الإنسان غنياً أو فقيراً، هناك حاجة ماسة إلى الصداقة. وكذلك حينما يتحدث أرسطو عن الصداقة فهو يتحدث عن هذه الصداقة التي تربط بين الأنا والآخر باعتبارها هناك أنواع وأشكال من هذه الصداقة. هناك الصداقة القائمة على المنفعة، هناك الصداقة القائمة على المصلحة والمنفعة كما قلنا، أو الصداقة القائمة على كذلك قائمة على الاستغلال المنفعة، قائمة على المحبة إلى غير ذلك. ولكنه يركز أرسطو على الصداقة القائمة بطبيعة الحال على الفضيلة. صداقة الفضيلة يعتبرها أرسطو هي أفضل أنواع الصداقات لما لها من إيجابيات على الفرد والمجتمع. كذلك هذه العلاقة بين الأنا والآخر كما رأينا قد تقوم على التواصل وقد تقوم على الصراع كما رأينا من خلال التصورات الفلسفية التي أشرنا إليها. كذلك إذا استحضرنا موقف أوغست كونت، عالم الاجتماع الفرنسي أوغست كونت، يعتبر بأن العلاقة بين الأنا والآخر يجب أن تقوم على التضحية، التضحية وهي نكران الذات والتضحية من أجل الآخر. هذا الآخر قد يكون الصديق، قد يكون القريب، قد يكون فرد من العائلة. أي يجب على الإنسان التضحية والخروج من الأنانية وحب الذات والتضحية من أجل الآخر. إذن كانت هذه محاولة لمناقشة هذا السؤال من خلال عرض الأفكار التي تطرقنا إليها وعرض بعض التصورات الفلسفية. الآن سننطلق إلى المرحلة الرابعة في عند تحليلنا السؤال لإشكال المفتوح، وهي مرحلة التركيب، حينما وهي لحظة الخاتمة بطبيعة الحال. وفيما يتعلق عناصر التنقيط هناك ثلاث نقاط. أول شيء هناك خلاصة يمكن للتلميذ أن يبرز أو يعطي لنا خلاصة للتحليل والمناقشة ويأخذ هذا المطلب نقطتين، ويمكن إبداء للتلميذ أن يبدي الرأي الشخصي المبني أي وفق حجج.
وهنا على مستوى التنقيط نجد نقطة واحدة، ويمكن أن نقول هنا بأن مثلاً يمكن للتلميذ في هذه لحظة الخاتمة أو التركيب أن يبرز الطابع الإشكالي للعلاقة مع الغير بين كونه صديقاً أو خصماً، كذلك أن يؤكد في هذه الخاتمة على أهمية التواصل والحوار مع الغير، باعتبار التواصل هو مدخل للعيش المشترك ومدخل لفك الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين الأنا والآخر. وفي المطلب الأخير وهو الجوانب الشكلية على مستوى التنقيط ثلاث نقاط، وأكيد على هذه النقطة الأخيرة بأنها نقطة مهمة بالنسبة للجوانب الشكلية، لأن يجب على عندما يكتب التلميذ ويحاول الإجابة عن هذا السؤال الإشكالي المفتوح أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الجوانب، وهو تماسك العرض، أن يكون ذلك الإنشاء الفلسفي الذي يريد كتابته حول السؤال الفلسفي يكون فيه تماسك العرض، أن نجد انسجاما بين الأفكار. وهناك على مستوى التنقيط نقطة واحدة، لا يمكن أن نتحدث عن المقدمة وننتقل مباشرة إلى المناقشة دون أن نذكر التحليل، إذا غياب الانسجام والتماسك في العرض. وكذلك يجب أن يكون هناك سلامة اللغة من الأخطاء، أن يكون الخط مقروءا وواضحا من طرف التلميذ، نقطة واحدة على مستوى التنقيط. وكذلك كما قلنا وضوح الخط نقطة واضحة، أن يكون الخط واضحا، وكذلك على مستوى سلامة اللغة من الأخطاء نقطة واحدة. إذا كانت هذه محاولة لتحليل سؤال إشكالي مفتوح من خلال الوقوف على العناصر التي أشرنا إليها في هذا العرض.